هاي، ازاي كروان؟ الحمد لله، انت عاملين ايه؟ اخبارك انت ايه؟ كويسه الحمد لله، تمام. انت الاخبار كله حلو، 100 100. احكي لنا بقى ذكرياتك مع المكتبه وانت صغيره او انت كبيره. يا انا في المكتبات ما عنديش يوم، ارحميني. شكلك ما كتبتيهاش. انا ضليع في اللغه العربيه. لا انا بصراحه يعني وانا صغيره كنا بندخل مكتبه في المدرسه، طبعا دي حاجه، بس انا اقول لكم عن تجربتي في المكاتب عامه بقى لوحدي الشخصيه. احكي لنا. انا فاكره اول مره دخلت فيها مكتبه كنت بشتري كتب بتاعه رجل المستحيل وملف المستقبل السلسله دي عامه يعني. كنت بحبهم قوي، كنت على طول بقى بروح وانا في الابتدائي، كنت على طول بشتريهم. بعد كده بقى شويه شويه بدات اشتري بقى الكتب عميقه اكتر، بقى الفكر الليبرالي. اوكي. والموضوع بدا يبقى صعب شويه. طب قولي لي، انت لحد دلوقتي بتحبي القرايه؟ طبعا، بس انا دلوقتي بقرا اونلاين بقى اكتر، يعني مش بروح مكتبه، بستبدلها بقى بالحاجات الاونلاين. ليه يا روان؟ ده بيقولوا الناس اللي بتحب القرايه دي لازم كده يشموا ريحه الورق ويمسكوا الكتاب بايديهم. يعني انا مش، يعني هو طبعا هي الكتب حاجه فظيعه، ما فيش حاجه تلاقيها في الناس، بس انت عارفه الواحد يروح مكتبه وكده، رغم ان انا كنت بحب اروح المكاتب العامه يعني. بتكسلي. بس بقى مش بور، والكتب الكتاب متاح على النت يعني، بالعكس ممكن اقلب اسرع وكده. كده ان في بعض الكتب تكلفتها بقت عاليه. للاسف. طب هل دلوقتي برضو لسه بتستعيري كتب ولا ما فيش الموضوع ده حتى بينك وبين بينك وبين اصحابك حتى يعني؟ بيني وبين لا، بنبدل كتب كتير مع بعض. يعني عادي اللي قرا كتاب يا جماعه والنبي يعني. الرحمه حلوه. اديهولي اقراه شويه. مقايده، نظام المقايده بقى. بالظبط. حلو. اديني كده، اديك كتاب، تديني روايه. نشوف هنبدلها بايه بالظبط كده. بالظبط. طب حسيتي يا روان انه القرايه عامه او فكره ان انت كنت بتروحي سواء المكتبه المدرسيه او مكتبات عامه اثرت في شخصيتك بشكل معين؟ طبعا، خلت عندي تفكير، عندي اطلاع على حاجات كتير. يعني دلوقتي مثلا في حاجات اتكونت عندي من وانا صغيره، عرفت تفاصيل، تعريفات، مصطلحات. ساعدتني شويه كتير في شغلي، ساعدتني في حياتي بعد كده.